4 ليرات. يا حرام ده فاتت. وهذا الشهر صرفنا 3 ليرات. ما عدا ذاك الشهر صرف أكثر من الشهر. شيء هيك خنقة 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 خنقة. ايش فيك؟ ايش عم بصير معك؟ اختنقت بدي اطلع بدي خلص انا جاي قاعد بالبيت ولا بدي شم هوا بدي شم هوا؟ خلص تعي مدي راسك لبرا وشمي لبنات عجلة. شاهد ابو عزاب عم تقول ابو عزاب بدي اطلع يعني انا بدي افتح هيك اطلع مش من الشباك شم هوا ابو عزاب هذا منه شم هوا ابو عزاب يعني من هون عم بيجي هوا بالك من هون ليش بيجي غير هوا بيجي شيء والله من هون عم بيجي شوفي شركة هوا حوالين هيك صرف صحي لهون لعندي هوا هيك عاملين لك طريق هيك لعندي ما عجبك نيك تعي حط هيك مدي راسك هيك هون لسه هوا فيه أكثر هون لسه فيه هوا أكثر طيب قومي قومي جربي إذا ما في هوا طيب خلص خذيني من هون لتحت ما لقيتك غير أبو عزاب وإذا تطلعي الدوري إذا بدك تطلعي الدوري كمان طلعي هو قدامك هيك طلعي هيك وتخيلي كل شيء ها بس غمضي عينك وتخيلي أنت ما عليك غير أي شيء لك ما هيك قصدي يا أبو عزاب شو بدك منه؟ منيح ما عم ياخذ منا حق الهوا اللي عم ببعثه من الله يا زلمه ما لقيتي غير ابو عزاب البخيل اللي طالع مين فهمين انت شو بدك؟ بدي روح على المول بدي روح على المول على المول على المول اه مول؟ ايوه وليدي من زمان هيك ها؟ لا انت بنص المول بنص المول انت بيركب المول ايه وينه؟ وين اي بنص المول؟ ابو عزاب بتعرف شو يعني مول ولا بترجم لك شو يعني مول؟ ليش بدك ترجمي لي؟ يعني انا كردي شلون معلك ما اعرف ايش معناتها مول. مول يعني بيت. مول بالكردي يعني بيت. ايش بك يعني كثير صعبة؟ هاي انت هاي مول كلياتها مول كبير، انت بدك مول كبير اكبر من هالمول؟ وطلع اطلالته احلى اطلالة وبفتح لك شباك هذا بيجيك هوا. ايش بدك اكثر مني؟ لك استني انا بحكي معنا انا اسمعك. لك يا ابو عزاب هي ما قصدها بيتنا نحن بالقراءة بنقول مول اري مولا بس هي قصدها بيت انا صدقني ايش خمسة اربعة ثلاثة هيدا المشهد ثلاثة اثنين طيب عليك انا بحكي معه انا شو بحكي معه لك يا ابو عزاب يا بني ادم هي قصدها مول سياحي هذا اللي بتدخل فيه بتشتري ثياب عنده العاب مول كبير باسطنبول عرفته مول او مرمرا بارك او مول في اسطنبول هالمولات يا زلمه مو بالكردي مول بيت يعني نعرف انه البيت مول بس هي قصدها مول باللغه العربيه اللي بنعرفها كلها انه بتشتري فيه شوبينج بتعمل فيه بدك تعمل شوبينج اكيد بدي يعني اشتري تشتري ثياب بدي اشتري بدي اروح انا حسب ما بدي اشتري ثياب مو بدك تشتري ثياب كلامه صح بحكوا معك مزبوط يا ابني يا جحش انا لضل اعلمك انا مالي دايم لك مالي دايم لك هاي البنت جاي لعنا ضيفة لتروح تدور لتروح تشوف تتسوح المولات ما مولات نحن نروح مش خلينا نروح سوا كلياتنا على المول نتفتل ناكل لومة طيبة نلعب بالملاهي ونرجع ايوه لأنه ملاهي وما ملاهي هالشغلات وجه هالوجه وجه وجه ملاهي وما ملاهي لك وجه وجه ايه مصراتها كتير يعني بدي إذا مصراتها كتير هاتي صمد لك يوم أخبي لك يوم أحسن ما تروح تبعزيهم هون وهون تحطي ليرة هون تحطي هون هون إذا لازمك لبس ضروري بكرة أنا وياك بنروح تعرفت على مجمع حوايا هونيك بشارع الزناجيل إلا كل بلوزة وبنطلون عم كبون لسه جداد هذاك نوع اشتريت جبت جاكيتنا عنده إلا كله جداد أنا وياك أنت خايف تروحي توقفي بعيد أنا بتشك بجيب لك وبجي بتشك بجيب لك وبجي ما عجبك بروحي إذا بلعب ما عجبك هونيك في جنبه عبصته بالبسطة الشيلة بليرة الشيلة بليرة حاطين لك شيلة الشيلة بليرة العجب خذيه ما عجبك كبيه ليش بتكبيه لعلي يعني تكبيه علي ما تكبي برا تروح تكبي بالزبالة تكبي علي لالي انا بروح بس بعدين فيه ايش رايك؟ يا زلمه صارت لي بدك تجي على العاب ويف اخر واحد هي العاب ابو عزاب يلا العاب نلعب ابو عزاب ايش بدك تلعب لعبك هذول العاب هو هذا واحد كذا لعبتهم هي احسن شايفها فيها ضربتين مجانا ابو عزاب فيها ضربتين ببلاش لاني لا لا انا بلعبها انت تدفع لي ايرا طيب؟ لا قديف يا عمي كيف؟ انا ضيف على وقت يبعد يعطيك بلاش شيء ما بيعطيك هلا قدرنا انتم ايه لعبنا ببلاش؟ ولا لعبنا ببلاش؟ انت بس شوف على حظه طلع ببلاش مع سبب اعطيني ضربة يا رب انا وانت كده انا جاي جيت ما حدا بكره غير انت والله ما حدا بكره غير انت بخيل وخروف لغاش تساوي فهمنا بخيل طب خروف كمان؟ انت شغال على مصراتي وانا عارفين ما هو مصراتك هذا بلاش لك شو ما دفعت انا بدي العب
ايوة بتخافن عليك. ايه بعد. هلا انا عطل. انت دفعت شي من جيبك؟ انت دفعت شي من جيبك؟ ما حدا دفع شي من جيبه. خلاص. طب حرام خلص تضرب هيك ضربة. ما عليش خيو خيو تضرب. روحت الفاضي يا زلمة. بس واحدة واحدة. شو واحدة واحدة؟ يعني لعبتك لعبة تلعبين لعبة. انت لعبتني ببلاش يا ابو عزب. عزمني مرة تانية بمصاري بعدين بعزمك. ايه معها. ماشي طب هيك نشوف ان شاء الله باكي نشوف واحدة هيك. ما في شيء انا ببلاش كله فانا بكون واحد نسيان. باكي في حدا بحظ تعال نشوف باكي في واحدة لعبة هيك قصة كويسة. بتدفع ابو عزب. تعال شوف باكي نحسن من فاتح. هو ما عزبها. انت ما رح تدفع له بس انا عم فكر بدفع له. روح هينا نشوف روح هينا شوف. هاي للولاد للولاد شغاله ما في شغاله مصاري 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 شو بدها مصاري وشغاله طلع ابو عزب ما عم يشتغل ما في شيء ابو عزب بدها مصاري شغاله شغاله شلون بس هذا يا بني ادم هذا بدك تحط مصاري ليشتغل هون وتسوق لا ولا مين قال لك مين ضحك عليك مين ضحك عليك ما في شيء وينها وين شوف يا بختار ميتور كمان اختارت شفتي ابو عزب هذا دعايات يعني قوموا لك قوم شيلي قوم امشي خلصنا فضحتنا اذا جاي تركب محل وقال تعال شوف الرابع هي العاب كله ببلاش امشي ابو عزب امشي امشي يروحوا له خلص خلص درسنا ابو عزب والله عم تلعب روح العبية شغالة تعال بركب على الميتور طلع مصاري ما مصاري بركي العبية خلاص دفعلها دفعلها دفعت لها؟ حط مصاري ابو عزب دفعلها؟ نعم طلع شد هاي شد شو صار لك؟ يا تلعبيها هيك يا انزلي تلعب هسه تحط لك مصاري هسه تحط لك مصاري ما في لك شغل لها طيب ضحك عليها؟ هاي شغلت لها مصاري تخيلي بعقلك تخيلي بعقلك والعبية تخيلي خيال بعقلك والعبية شو تخيلي ما تخيلك مجنون شو انت؟ حتى هون جينا يا العبي هيك انت ان شاء الله الواحد ما بيظهر معك جرسة خلص قول روح انا بدفع لها قوم روح طلع طلع خلص انا بلعبك انا بلعبك خلص تمام اي والله وين الشوز ار ناو خلينا نحن ندفع يا حسين هذا نحن ندفع اوكي نو بروبلم اي والله شيك بالله انت لا تدفعها هو افر انا مش عم يدفع ابو عزب انه على القليل سنده ولا ساعه بيدفع بس بعد وتدفعها المره الساعه مره واحده انا ما بدلعب مين قالك تلعب انا مين قالك تلعب قطعت عنك كمان مين قالك قطع عني قلت لك انا شي تلعب انا ضربت على ايدي هيك حطيت ايدي هيك ضربتها بالقاز مع راسك قلت لك عني ما دفعت عني انا ما قلت لك عني قلت لك ما بتلعب انت تدفع عني خلص خلص ما تدفع شي امشي امشي يا زلمة انت اديني بتاع الا تروحي معه وجلطة ما انت ما بتعرفي انا بعرفه علي صوتك لا تعلي صوتك دفعت عني خلص مشي الحال يعني تروح له زي ما برجع لك خلص ساعة بدفع عنك ما عاد خليك تدفع عني شو ابن عمي على الفاضي يعني امشي لك امشي خلص Yeah.
بلاش وعم نلعبهاش مبسوطين. ايش بدك تروح؟ روح 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 روح